ده 25 برضو حلو قوي. بصوا الحاجات دي بتاعت فتحي محمود، دي بتاعت فتحي محمود يا حبايبي، طبعا كلكم عارفين النوع ده بيبقى احسن نوع. بصوا الشكل ده حلو قوي، ينفع للجاتو، جميل جدا. ده عامل كام بقى؟ ده برضو ب 25. اللي يجي لكم، اللي هيجي لها من تبع القناه يقول لها تبع مشتريات تمر حنه، هتكرمه يا حبايبي وهتنزل له في الاسعار. يعني مثلا لو خدتي 6 اطباق كده وشكلتي وبتاع، هتكرمك برضو، مش هتديكي ايه، هتنزل لك في الاسعار. ده الطاجن ده عامل كام؟ ده بيخش الفرن صح؟ عامل كام ده؟ ده ب 45، جميل جدا. ممكن تعملي بقى طاجن كده تورلي في البسلة بقى باللحمه والحاجات دي في الفرن، جميل قوي. وانتي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده عملت لكم فيديو حلو قوي يا حبايبي في سوق الخميس في المطريه. الشارع ده اسمه شارع الحاج صفيه، وهنا كده اول السوق على طول، اول ما تنزلي من على البحر هو سوق الخميس. لو ركبتي اي توك توك من المترو بتاع المطريه، عشان في ناس كتير كانت بتسالني نيجي ازاي، هتنزلي من مترو المطريه وهتركبي توك توك هيجيبك لغايه السوق. هتقولي له شارع كابلات سوق الخميس في المطريه. هنا يا حبايبي الست دي هي اول واحده قاعده بتبيع حاجات البورسلين اللي انتوا شايفينها دي، عندها بتبيع بصراحه باقل الاسعار، وعندها حاجات روعه جدا. بصوا الحاجات اللي موجوده، يا ريت تعملي لي لايك وتشتركي في قناه تمر حنه، وتقولي لي رايك ايه في التعليقات لو الفيديو عجبك. هوريكي دلوقتي كل الطواجن اللي هي بتاعه الفرن، تعملي فيها بقى الكيكه والحاجات اللي هي رمضان كل سنه وانتوا طيبين وبخير. هنبتدي كده يا حبايبي باول حاجه، وريني الفناجيل الحلوه دي. بصي ده ب 5 جنيه ده ب 5 جنيه ده ينفع للقهوه يا حبايبي، جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. دي بولا، ده طبق مربع. بصوا يا حبايبي الطبق ده حلو قوي. الحاجات دي بتتحط على النار كلها، البورسلين اللي بيتحط على النار ده اللي هو اسمه فتحي محمود. دي الانواع بتاعت فتحي محمود. بصوا اهي يا حبايبي جميله جدا، ده ب 15 جنيه بيتحط على النار، يعني تسخني فيه اي حاجه زي ما انت عايزه ما تخافيش. وده طاجن على فكره انا واخده منها يا ست محترمه جدا، وهتجيب لك كل اللي انت عايزاه. واخده منها وحطيت الحاجات دي على النار يا حبايبي وجربت، جميله جدا والله. بكام ده؟ ده ب 30. يعني عندها الطبق من اول كام؟ عندك البولات من اول كام؟ لا عندي بولات ب 10 بس ما جبتش النهارده. ده بكام؟ ده ب 12 ونص. ده ب 12 ونص. بصوا بقى احجام واشكال، يعني بدايه عندها البولات من اول 10 جنيه. هنا برضو بقى قلايه بيض بتتحط على النار. دي قلايه بيض يا حبايبي اهي، في منها الوان بقى، في الاورنج وفي الليموني وفي الاسمر وفي الاحمر وفي برضو الشكل ده. اوريه لكم الشكل ده حلو قوي برضو. دي عامله كام؟ دي ب 30 يا حبايبي اهي، حلوة قوي. ينفع تقلي فيها البيض بدل بقى الطاسة والحاجات دي. ودي بولة ايه؟ اكاسيا. دي بتخش الفرن، اسمها بولة اكاسيا. بكام يا حبيبتي؟ ده ب 22 ونص. وده عامل كام؟ دي طفاية. وريها لنا، نوريهم الحاجات الحلوة اللي عندك. دي عاملة كام الطفاية دي؟ بص الطفاية دي حلوة قوي، شكلها شيك، قيمة كده وجميلة جدا، عاملة 20 جنيه. ينفع تتحط على مكتب أو على أي حاجة، حلوة قوي. وبعدين ليها برضو أفكار كتير يا حبايبي، تنفع لأي حاجة، ممكن تنفع كمان تحطي فيها أي حاجة زي ما أنت عايزة، بونبوني بقى، أي حاجة للولاد كده، عشان مش غالية ما تخافيش عليه. بصوا حبايبي ده برضو حلو قوي، شكله جميل جدا أهو، ب 22 ونص. ده برضو بيخش الفرن، ده برضو بيخش الفرن أهو، حلو قوي. طب والطبق ده عامل كام؟ وريني الطبق ده كده. 25 جنيه. بصوا حبايبي شكله جميل جدا للتقديم، حلو قوي. لو عايزه بقى تجددي مطبخك، حاجات حلوه ورخيصه زي ما انت شايفه ب 25 جنيه. خدي وريني الشكل ده كده، وده عامل كام؟ ده ب 25 برضه زيه. بصوا حبايبي ده برضه ب 25 جنيه، جميل قوي اهو. وده بصوا في بني ده سيرفيس ده كبير. سيرفيس كبير بقى للبانيه، للفراخ، للحاجات دي عشان رمضان. دي عامله كام؟ 40 جنيه. بصوا حبايبي ده ب 20 جنيه اهو. بصوا الشكل ده جميل قوي، ينفع تجيبي 6 كده تعملي طقم قبل رمضان مثلا لو جالك ضيوف ولا حاجه، لو عايزه تجددي. بصوا ده كمان، ده عامل كام؟ ده حلو قوي للرز وللخضار والحاجات دي. ده ب 25 بيخش الفرن، ده بيخش الفرن، يعني كل اللي انتوا شايفينه ده كده يا حبايبي بيخش الفرن. بس انا بوريكم الاحجام والاسعار كمان. بصوا ده اهو حلو قوي، ده عامل كام؟ ده عاجبني جدا. بصوا شكله يا حبايبي جميل قوي. ده عامل كام؟ عامل كام ده لو سمحت؟ 25. ده 25 برضو، حلو قوي. بصوا الحاجات دي بتاعت فتحي محمود، دي بتاعت فتحي محمود يا حبايبي، طبعا كلكم عارفين النوع ده بيبقى احسن نوع. بصوا الشكل ده حلو قوي، ينفع للجاتو، جميل جدا. ده عامل كام بقى؟
ده برضو ب25. اللي يجيلكم اللي هيجيلها من تبع القناة يقول لها تبع مشتريات تمر حنة هتكرمه حبايبي وهتنزله في الأسعار. يعني مثلا لو خدتي 6 أطباق كده وشكلتي وبتاع هتكرمك برضو، مش هتديكي ايه، هتنزلك في الأسعار. ده الطاجن ده عامل كام؟ ده بيخش الفرن صح؟ عامل كام ده؟ ده ب45. جميل جدا. ممكن تعملي بقى طاجن كده تورلي في البسلة بقى باللحمة والحاجات دي في الفرن، جميل قوي. والكبير شوية ده ب90 جنيه. بصوا شكله تحفة. زي ما قلت لكم عندها البولات يا حبايبي من اول 10 جنيه. بصوا دول بكام؟ دول ب120 مقاسات كيكة. بينفع بقى للكيكة والحاجات دي، اي حاجة في الفرن، اي حاجة عندها يا حبايبي من اللي انتوا شايفينها دول اهي، كل حاجة عندها بتخش الفرن. وكمان بتتحط الحاجات دي، انا جربتها بتتحط على البوتاجاز. الله ده حلو قوي. ده بكام ده؟ ب95 وده ب85. الحاجات دي تنفع للمكرونه البشاميل والكيكه والكلام ده كله. حاجات جميله قوي. وريني اللي هو اللون الاورنج ده، حلو قوي عاجبني من ساعه ما وقفت عليه اهو. بصوا ده تحفه، بسم الله ما شاء الله. ايه ده ب140 يا حبايبي. بصوا شكله حلو قوي. بيجي لها برده منه الاصفر والاحمر والاسود، بس ده اللي انا لقيته النهارده. بس انا واخده منها يا حبايبي الطباق اللي انا وريتها لكم في الاول ب15 جنيه وب10 جنيه اللي هي هناك دي، اللي انا وريتها لكم في اول حاجه خالص. حطيتها على النار وغليت فيها خضار، جميله جدا، ولا الطبق يطرقع ولا اي حاجه. الطقومه دي عامله كام؟ كم قطعه؟ 30 قطعه. ده انا ببيعه ب 950 جنيه. ده بيتباع ب 1100، وهي بتقول لكم اسالوا عليه بتبيعه ب 950 جنيه. برده بيخش الفرن وعلى البوتاجاز وكل حاجه يا حبايبي ب 950 جنيه. كم قطعه؟ 30 بدل 1200، واسالوا عليه بره. واللي هو اللي هناك دي اسمها ايه؟ اللي هي البوله المغطاه دي. هاتيها كده اوريها لكم دلوقتي، جميله جدا، حلوه قوي. ايه اسمها ايه؟ لا مش جايبه وشك، ما تخافيش. دي عامله كام؟ ايه بتتحط على النار، حلوه قوي. ينفع يعملوا فيها لحمه؟ يعني تعملي فيها كده نص كيلو لحمه، تعملي فيها نص كيلو خضار، جميله جدا، ورز كمان. على فكره انا جربت الحاجات دي يا حبايبي، جميله جدا. بكام دي؟ استنوا اسالها لكم بكام. بصوا حبايبي دي عامله 125 جنيه، بس بصراحه شكلها حلو قوي. دي عامله كام؟ ده نوعه ايه ده؟ ده كوري يعني. حلو قوي برده، بس ده مش بورسلين صح؟ بصوا ده كوري مش بورسلين، ده ب 250 جنيه. خدي اوريكم حاجات ثانيه. بصوا حبايبي عندها بقى المجات الشكل الجميله دي. بصوا الالوان، اللون ده لون سموني هادي خالص، شيك قوي، حلو قوي. الفنجان القهوه كده جميل جدا. بصوا ده اي واحد عامل 5 جنيه. عندها الالوان دي بيبقى فيه غلطات بسيطه قوي، في اللون الزيتي ده وفي الاسمر، وفي الوان عندها كتيره قوي. بس انا اللي قدامك كده اللي قدامي هوريه لكم، في كمان الابيض ده اي واحد يا حبايبي عامل 5 جنيه. ينفع ان انت تعملي طقم كده كديكور برده في المطبخ للفناجيل القهوه، تحطي الحامله ابو 15 جنيه وتاخدي 6 من دول، يعني مش هيكلفوكوا كلهم بالحامل 50 جنيه، وتعملي كده شكل حلو قوي بدل ما تشتري طقم غالي ب 250 ولا حاجه. هنا كمان يا حبايبي المجات دي جميله جدا. على فكره الحاجات دي بتتحط على النار، انا زي ما قلت لكم جرباها وغاليه فيها لبن وشاي وحاجات قبل كده، الواحد عامل 10 جنيه لما الحاجه عجبتني بتاعتها. انا بصراحه جيت صورت لكم عندها. هنا يا ده يا حبايبي ب 10 جنيه اي واحد. بصوا مقاسه حلو قوي، كوبايه شاي لكوبايه لبن بحليب بقهوه، حلو قوي. هنا كمان يا حبايبي ده عامل 10، ده عامل كام؟ استنى واسالها لكم اللون ده عامل كام؟ ده ب 20 جنيه حبايبي. ده عشان اللي هو الالوان بقى، في منه الاصفر والوان كتير قوي. وده برده ب 20، ده برده ب 20، في منه بقى الاشكال دي. على فكره المجات دي بتتباع في المحلات ب 35 جنيه، واكيد كلكم عارفين. هو عندها هنا يا حبايبي ب 20 جنيه. بصوا الاشكال دي، في بقى منها الاشكال القلب والورده والحاجات دي، ده ب 20 جنيه. هنا كمان يا حبايبي هوريكم المجات دي تقريبا ب 15 برده، هسال لكم عليه. المج ده عامل كام؟ ب 10؟ والله حلو قوي. بصوا الحجم قد ايه؟ ينفع برده كوبايه ميه، ينفع اي حاجه بقى زي ما انت عايزه، جميل جدا. وبتحط على النار وعلى البوتاجاز كمان مباشره، هي قالت لي ب 10 جنيه ومقاسه بصوا قد ايه، بسم الله ما شاء الله كبير. زي ما قلت لكم حبايبي عندها حاجات حلوه قوي. هنا كمان هسال لكم على السكريه دي عامله كام؟ ب 20. دي سكريه يا حبايبي، حلوه قوي، شكلها شيك،
جميله جدا ب 20 جنيه. تعالي قولي لها انا تبع مشتريات تمر حنة، قالت لي هنزل لهم في الاسعار. طب والطقم ده عامل كام؟ بص استني اسالها لكم على ده، لحسن هي عندها زحمه. بصوا يا حبايبي الطقمه دي السته كده زي ما انتم شايفين، ده طقم على بعضه ب 150 جنيه اهو. بصوا يبقى كده زي ما انتم شايفين، بقى فيه منه صغير وفيه منه كبير. الفنجان كده بالطبق بتاعه ب 150 جنيه، حلو قوي. وده بالطبق بس؟ لا السته مع بعض، يعني ست اطباق وست فناجيل ب 150 جنيه. اه حلو قوي الحاجات دي يا حبايبي، زي ما قلت لكم بتاعه فتحي محمود، طبعا احسن نوع بتاع فتحي محمود كلكم عارفين. البراد ده حلو قوي برضو، عجبني من ساعه ما جيت. هي بتجيب منه الاسمر والازرق والاحمر والاصفر. هسالها لكم بكام. ده عامل كام؟ ده عامل 25، ده ب 30 جنيه حبايبي. حلو قوي، جميل جدا. ممكن تعمليه كديكور في المطبخ، وبرده تعملي فيه شاي. انا واخده واحد منه وعامله فيه شاي قبل كده. بصوا ده بقى يا حبايبي الطقم ده برده حلو قوي، زي ما قلت لكم الحاجات دي كلها برده بتتحط على النار. ده الطقم على بعضه عامل 230 جنيه، ست فناجيل وست الطباق بتاعتهم زي ما انتم شايفين كده. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدرت افيدكم ولا بمعلومه صغيره. هي اسمها ام شهاب يا حبايبي، في سوق المطريه سوق الخميس. بسم الله ما شاء الله، انا بوريكم الشارع اهو، وعلى ناصيه الشارع اي توك توك قولي له نزلني عند شارع الكابلات في سوق المطريه في سوق الخميس. وكل سنه وانتم طيبين وبخير، ما تنسيش اللايك وتشتركي في قناه تمر حنه وتقولي لي رايك ايه في التعليقات. مع السلامه.